بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعرفكم بنفسي، زي ما شاب من شباب الثورة عرف: ونحن كلنا هذا الرجل، أنا المحروق، أنا المقتول، أنا المتصاب، أنا الإرهاب، أنا المخطوف وآل خروف، أنا المجنون، أنا المسجون ورا الأبواب، أنا الإرهاب، أنا اللي الجيش هدر دمي، وأبو بيادة قتل ابني وسجن بنتي، وهان أمي عشان بحجاب، أنا الإرهاب، أنا دمي كما المية، مالوش دية عشان بحلم بحرية، أنا الإرهاب. ربنا سبحانه وتعالى عندما أراد التغيير في عالم البشر جعل التغيير بيد البشر. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فكان تغيير النفس مقدم على تغيير.
ثم الطرف الآخر مع استباحة الدم والقتل الكثير والمطاردة والحصار وكل مظاهر الضعف، والناس قاعدة وثابتة وبتنزل في الشارع وبتقبل بالتضحيات. لا، ده يدخلنا بقى يعني احنا هنبقى أحسن من الرسل حتى إذا استيأس الرسل وبلغت القلوب الحناجر. في الوقت ده يأتي نصر ربنا سبحانه وتعالى، عشان ما حدش يقول اللي أنا عملته ده كان هو اللي سبب لنا النصر. لا، النصر يأتي من عند ربنا، النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وبالتالي لما نستشعر في بعض الأحيان أن القوة هنا في هوان وهنا في استعلاء، يبقى كده الموضوع انتهى. لا لا لا، من ظن أن الباطل سينتصر على الحق فقد أساء الظن بالله. الناس ثابتة، ناس متواجدة، العالم الغربي على فكرة كله الآن قائم على نظرته للشارع المصري، مش على سماعه لتقارير الحكومة المصرية الباطلة. ولذلك هم متخوفين، هم خسرانين. يعني كيف يديروا دولة أهلها مش عايزينهم، حتى لو في قلة من الذي تعيش عيشة العبيد وتستمرئ أن يدبر لها حلها آخرين، أو الذين ينحازون إلى القوة. نسبتهم قد إيه في الشعب المصري؟ النسبة الكبيرة الضخمة هي التي تطمح إلى الحرية والكرامة والإنسانية، هي التي تحافظ على حياة الإنسان، هي اللي عايزة تنمية حقيقية. وبالتالي هم في خسارة، طبعا في خسارة في الداخل، اقتصاد بينهار، عدم اعتراف حتى بعد الاستفتاء. أول اجتماع لمنظمة أو الاتحاد الإفريقي من 50 سنة ما تحضروش مصر. مصر على إيديهم خرجت من المعادلة الإقليمية، لم يكن لها وزن، لم يعد لها وزن، ما حدش بيستدعيها، ما حدش بيحطها في دماغه أثناء قضية الخليج، أثناء قضية الإيران، أثناء قضية سوريا. مصر مش موجودة الآن. كانت أيام مبارك يعني كان كنز الاستراتيجي، وكان بيأدي أدوار كده دليفري، بيقدمها ويوصلها لحد الزباين. لما جه مرسي أراد أن تكون لمصر إرادة وقوة وسلطة وسيادة، واللي حصل في غزة يؤكد هذا. ودينيس روس نفسه بيقول أنا كنت بقعد قدامه كأني أجلس أمام رئيس دولة كبرى، مش دولة بتاخد إعانات مننا، وده أمر مرفوض، مش هنعرف ندير مصر. ولذلك حالة الإفشال اللي ادعوها، لو كانت حالة إفشال كان سببه فشل، إنما هم تحركوا سريعا لأنه ينجز رغم كل ما يحدث في الشارع من مؤامرات ومظاهرات وحرق وعدم تعاون، سواء من الشرطة أو من الجيش أو من القضاء أو من الإعلام، وهجوم شديد. كان في إنجاز، بينجز دولة بتسترد إرادتها مرة تانية، تريد أن تفعل شيء. وبالتالي بدأ الانقلاب يتسارع حتى وصل إلى ظهور صريح للقوات المسلحة، مش لاقي أحد تتستر وراءه. حتى اللي تستر وراءهم في 30 يونيو أكثر من نصهم الآن انحاز إلى الشعب وإلى الثورة، ويتبقى المنتفعين والمأجورين واللي كانوا على موائد الظلم والفساد. أنا عايز أقول برضو إن الفرق اللي كان بين 11 و14 هو حالة الوعي. إحنا في 2011 نزلنا لأن كان في مظالم، كان في إجرام من الداخلية، كان في قهر، كان في ظلم، كان في فساد، كان في جوع، فالناس نزلت تطلب بعض المطالب يعني علشان تتصلح الأمور. وكلما تصرف النظام بغباء كلما على سقف المطالب. لما نقول على سقف المطالب، يبقى المطالب في الأول كانت بسيطة، ولذلك القرار الصحيح في الوقت الخطأ خطأ ملوش قيمة. ولذلك مع نزول الإسلاميين في 28 يناير اللي اتقبض عليهم على قيادتهم بسببها يوم 28 فجر 28 عشان يمنعوا نزولهم، تحولت إلى ثورة، ثورة من غير رأس، ثورة الوعي فيها كان قليل، ما كانش الناس كلها متفقة على حاجة. ولذلك اختلفوا بعد ما تشال الرأس، بعد ما تشال علي بابا وبقي الأربعين حرامي، بدأ في خلاف ايه الخطوة، نعمل كده ولا نعمل كده، نخطو بثورية ولا نستكمل مؤسساتنا الدستورية، نطهر تطهير جذري ولا نطهر بالتدريج بالتدرج. الحقيقة كل ده الآن دفعنا ثمن غالي لهذا. ثم انحازت الثورة بأكملها إلى تغيير جذري بهدف واضح وبخطوات حاسمة. تغيير حرية وتنمية وعدالة اجتماعية، دي قضايا ما فيش فيها فصال، انتهت الإرادة. رغم التغييب والكذب الذي بني عليه الانقلاب، هناك الآن إرادة قوية لاسترداد الثورة وكسر الانقلاب
والقصاص وتنمية حقيقية، بقت فيه أهداف واضحة وإرادة واضحة، مش زي ما كان في الأول حبوا يعني يقولوا إن في ليبراليين ويساريين وديمقراطيين وانتكاسة، وظهر البعض بشيء من التطرف في أدائه لما سمينا البعض غزوة الصناديق، واللي هيقول نعم هيدخل الجنة. هذا الكلام لم يفعله الإخوان المسلمين والمستنيرين الأصلاء من التيار الإسلامي، إنما فعلوا ناس مغرضين ثبت أنها جزء من الانقلاب فيما بعد، اللي هيجوا الدنيا بأفعال أمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمادة 219 وحالة من الشكل المخيف اللي استعملوه الإعلام، استعملوه وصدره، ثم في الآخر هؤلاء نفسهم يركبون الدبابة ويطلقون الرصاص ويحلون قتل المصريين. أيضا الحاجة الثالثة اللي فيها تطور ما كانش موجود، حالة التوحد. التوحد الآن والفرز والتجنيب الذي تم جعل الدماء تفصل ما بين الصادق وما بين الكاذب، ما بين المؤيد وما بين المنافق، وتوحد الشباب وتوحدت القوة، ولذلك طلعت بيانات اعتذارات في وقت مناسب عشان ما حدش يعني الذي اعتذر وبرر ربما أفضل من الذي لم يعتذر وما زال يكابر حتى الآن. الحشد غير مسبوق من الناحية النوعية ومن الناحية المكانية، كان 4 5 محافظات أماكن كبيرة، الآن في مراكز وفي قرى فيها زخم ثوري. أيضا الشباب الأطفال دخلوا في المدارس واتقبض عليهم وانضربت إيديهم بالجرينوف علشان رافعين علامة رابعة، والبنات والستات والعواجيز والكبار والشيوخ والفلاحين في معظم محافظات الوجه البحري، لا كل دول طلعوا ما كانوش طلعوا قبل كده. الحاجة الأخيرة وهي الحفاظ على السلمية. احنا قلنا المعركة مش معركة قوة مسلحة، إنما هي معركة إرادة شعب ضد قوة مسلحة، إرادة شعب تريد استرجاع الوطن، إرادة شعب تريد حرية حقيقية، تنمية حقيقية، لا تريد أن تعيش تحت وطأة السلاح. إذن الآن نحن بين فكي أو رغبتي الإرادة، استكمال الإرادة واسترداد الحرية. أنا أظن أن هذا المطلب يحفز كل الشعب وطائفه ويحفز طاقتهم على الإبداع الحقيقي، ولن نتجرأ أبدا كما يريد البعض لحرب أهلية أو لفتنة طائفية، رغم من القيادات المسيحية الكنيسة زي قيادات الأزهر الاثنين يشيلوا إثم القتلى والشهداء الذين قتلوا، يشيلوا إثم الانقلاب العسكري وتدعيمه ودعمه، ونرجو أن يراجعوا أنفسهم. الحمد لله أن فيه من تبرأ من هذه التصرفات من كلا الجانبين. إذن في الآخر أنا عايز أقول أن الاتهامات التي تلقى الآن على الإخوان كأنها منظمة إرهابية، وكل المقبوض عليهم أساتذة جامعة وعلماء وأطباء وطلبة ورجال أعمال، الحقيقة حتى مركز الأهرام الاستراتيجي طلع في مرة كتاب اسمه ديمقراطيون وإسلاميون لعمرو الشبكي، وقال أن احنا جماعة الإخوان جماعة سلمية يعني تنشد العمل السلمي وتؤمن بالديمقراطية وبالأصول إلى الحكم عن طريق صناديق الانتخاب. اتهموهم أنهم عملاء لأمريكا وعملاء لإسرائيل وعملاء لحماس وعملاء لإيران، واللي يقول الكلام ده يبقى عبيط، إزاي عملاء لدول كلهم وكلهم ضد بعض؟ أيضا من يريد أن يصور السيسي زي عبد الناصر، يعني مع اختلافنا مع التاريخ والأزمة التي أحدثها قتل الإنسانية في الإنسان المصري رغم المشروعات العظيمة التي تمت، إنما نقول له أن عبد الناصر أمام القناة أنت عملت إيه؟ بعتها الإمارات. عبد الناصر حارب إسرائيل حتى لو كانت المعركة خاسرة، هل أنت تستطيع أن تحارب إسرائيل؟ لا يستطيع أن يحارب إسرائيل، عمل أراضي زراعية ووزع على المجتمع والفقراء، هو قال لك أنا معاناة، أنا عذاب، أنا جاي عذاب للناس. كيف حتى المقارنة مش فالحة، لأن الذي استحضر روح 54 الحقيقة كان فاشلا، لأنه لم يراعي لا الوقت ولا الزمان ولا الروح ولا تغيير الإنسان المصري. جمال حمدان يقول أن المجتمع المصري ده اتولد منذ بدايته مجتمع دين ودولة، والتقارير كلها اللي عملها مراكز الأبحاث المصرية تبع مجلس الشورى قالت أن التدين جزء طبيعي، جزء أصيل في الإنسان المصري، لا يستطيع أن يتحرك إلا به، مكون رئيسي من مكونات الشخصية المصرية، مسلم ومسيحي، حالة التدين. فلما تيجي تقف هذه الوقفة الشديدة اللي تخلي المنقبة تقلع والملتحي يحلق، بينما مفيش مسيحية تقعد تتدارى في لبس شرب ولا حاجة تخاف على نفسها، يبقى أنت الآن
تعصف بالأغلبية وبدين الأغلبية. أنا عايز أقول إن إحنا في الآخر ثورة الشباب وزيادة عدد الناس ده معناه أنهم تحرروا من أسر الإعلام الكاذب. عايز أقول أن نتيجة الاستفتاء الحقيقية تؤكد نازع الشرعية عنهم وتفويض المصريين بالاستمرار في الثورة، الأرقام الحقيقية. أيضا محاولة إطفاء القداسة والهيبة على مؤسسات زي القضاء والداخلية والجيش، حتى الإعلام مش عايز حد يحاسبه ولا عايز حد يعاقبه عندما يخطئ، بينما المحتسب أيام الدولة الإسلامية كان يحاسب القاضي إذا أصدر حكما مخالفا للشريعة. أنا عايز أقول بقى كلام الكذب اللي هم قالوه إن الإخوان أسقطوا الأندلس وجندوا أوباما، الإخوان اللي أسقطوا الأندلس وجندوا أوباما إن شاء الله هيسقطوا الانقلاب ويجننوا السيسي. الحاجة الأخيرة أن التصدي للتظاهرات بالخرطوش وبالسلاح الناري دون استعمال خراطيم المياه هو مخالفة للقانون اللي هم حطوه. يعني هم قاعدين بيضحكوا على نفسهم وعارفين أن قوانينهم لا قيمة لها. آخر حاجة عايز أقول أن خير أجناد الأرض هؤلاء الثوار الذين هم في الشارع المصري. هؤلاء هم خير أجناد الأرض الذين ينشدون الحرية والكرامة والشرعية والحياة الكريمة. هؤلاء العزل من كل سلاح سوى إيمانهم ويقينهم، إيمانهم بالله ويقينهم بالنصر، هم دول فقط خير أجناد الأرض. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور محمد جمال حشمت، أستاذ وعضو التحالف الإسلامي.